طلبت ندوة صحفية لوزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خصصت لتقديم نتائج دراستين جرت على أساسهما صياغة دليلين تقنيين موجهين لمهنيي البناء سعيد ريما ومحمد الناصري. هو منتدى دراسي لمناقشة وتقديم دراستين تتعلقان بميدان البناء. الأولى تهم مشروع أبعاد إذ يرمي التعريف بكيفية تطوير البناء بتكلفة أقل وجودة أكثر، والمقترح الثاني وهو العازل الحراري الذي أصبح مسألة أساسية من أجل تقوية النجاعة الطاقية. والمهم أن الدراسات تم القيام بها أولا بمساعدة وبتمويل من وزارة الصناعة وداخلين معنا المهنيين في هذه العملية، وطبيعة الحال الدراسات من المفروض أن في أجل قريبة يكون تفعيلها. المنتدى الدراسي لتطوير السكن الاجتماعي مقاربة تشاركية مع فيدرالية مواد البناء للمساهمة في تطوير سكن سليم يحافظ على البيئة ويشجع النجاعة الطاقية. إطار المقاربة التشاركية اليوم الوزارة منظمة هذا اللقاء مع المهنيين والمنعشين العقاريين باش ندرسوا الخلاصات ديال واحد جوج دراسات، لأن الوزارة كتعتمد المقاربة التشاركية وكذلك لبناء مؤشرات علمية وعملية. المنتدى سيساهم في تمكين برامج السكن وخاصة السكن الاجتماعي والاقتصادي من معايير الجودة والاستدامة والبحث عن الإتقان في تنفيذ هذه المشاريع.